بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد، خير معلم الناس الخير. أما بعد، اليوم راح نبلش في حل أسئلة مراجعة الدرس الثاني بإذن الله. شكلنا احنا بلشنا نطير طيران. درس خفيف لطيف طبعا، أسئلته وسريعة بإذن الله. أول سؤال: ما الكميات الفيزيائية اللازمة لوصف الحركة الدورانية للجسم؟ بدي أذكركم بالانتقالية. كنا نوصف الحركة الانتقالية بالإزاحة، المسافة، السرعة، التسارع، نفس المبدأ. بنوصف الحركة الدورانية بعزم، إزاحة، زاوية، إزاحة زاوية قصدي، العزم. طب ما الانتقالية كنا نوصفها قوة، يعني الحركة الدورانية توصف بالعزم لأنه يدل على دوران. إزاحة زاوية اللي هي ثيتا، دلتا ثيتا، إذا أنتم عارفينها. السرعة الزاوية أوميجا، كمان التسارع الزاوي ألفا، يعني هاي الأشياء اللي نصف فيها الحركة الدورانية. وما عزم القصور الذاتي؟ طب ما احنا قلنا هو عزم الدوران، اللي هو ايه؟ اللي هو القصور الدوراني، اللي هي مقياس لممانعة الجسم من حركته الدورانية باختصار بسيط، أو لتغيير حالته الحركية الدورانية. وشو رمزنا له يا حلوين بالرمز اي؟ مومنتوم اوف انيرشيا أتوقع، نعم هيك اسمه. السؤال الثاني: تدور إطارات سيارة، طبعا هذا موضوع المومنتوم اوف انيرشيا، القصور الدوراني، موجود في مواد الهندسة ستاتكس أتوقع، نعم ستاتكس هيك شيء اسم المادة، نعم بياخذوا تشابتر كامل عن الموضوع. السؤال الثاني: تدور إطارات سيارة بسرعة زاوية ثابتة تساوي 5 راد لكل ثانية. تمام، سرعة زاوية ثابتة، هو قال لك شو ثابتة؟ هيها أوميجا ثابتة. أجيب عما يأتي: هل التسارع الزاوي للإطارات موجب أم سالب أم صفر؟ طب ما هي ثابتة، مش إحنا حكينا إذا كانت أوميجا شو مالها ثابتة؟ خلص فورا أنت مغمض عينك، التسارع الزاوي زيرو. هل تدور أجزاء الإطار جميعها بمقدار السرعة الزاوية نفسها أم لا؟ طب مش حكيناها مليون مرة، الجسم كامل الذي يدور وجميع الأجزاء اللي موجودة فيه تدور بنفس السرعة ونفس التسارع الزاوي، أنا بحكي الزاوي بس. إذا نعم، زي ما وضحناها سابقا يا أستاذي، فسرت لك قلت لك أستاذي أنا جميع أجزاء النظام الجسم الذي يدور يتحرك حركة دورانية تتحرك بنفس السرعة الزاوية ونفس التسارع الزاوي. السؤال الذي يليه: السرعة الزاوية للجسم عند لحظة زمنية معينة. اسمع، هون في ملاحظة ضرورية بدي احكيها صراحة، لازم يعني بقدرش اني امشي الموضوع. الفكرة بيفرق الموضوع لما احكي لك مقدار وغير مقدار. كيف يعني؟ لما احكي لك مقدار السرعة الزاوية 5 راد لكل ثانية، الان اذا انا حكيت لك مقدار انت مش عارف شو اتجاه الدوران، مع عقارب الساعة ولا عكس. اذا انا حكيت لك شو مقدار، إذا حكيت لك مقدار التسارع الزاوي مثلا 10 راد لكل ثانية، هذا مقدار، يعني هذا المقدار يمكن أن يدور مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة، المقدار ما بيكون سالب، مقدار. بينما إذا ما حكيت لك مقدار، إذا قلت لك أن السرعة الزاوية تساوي 5 راد لكل ثانية، إذا مش هي موجبة السرعة مش مقدار، هي السرعة الزاوية تساوي 5 راد لكل ثانية، إذا هي عكس عقارب الساعة لأنها موجبة، لأنه ما قال لك مقدار السرعة الزاوية، قال لك السرعة الزاوية. طب اذا قال لك السرعه الزاويه تساوي سالب 5 راد لكل ثانيه، بتعرف انها هي مع عقارب الساعه. اذا قال لك ان التسارع الزاوي مثلا 100 راد لكل ثانيه تربيع، هذا التسارع الزاوي اذا مش هو موجب 100 عكس عقارب الساعه، كان سالب مع عقارب الساعه. اما اذا قال لك ان مقدار، كلمه مقدار خلاص بقدرش احدد، لازم انت تحدد لي بالسؤال. فشوفوا هون السرعه الزاويه للجسم عند لحظه زمنيه معينه، خلاص هذا مش مقدار، يعني بقدر اعرف فورا سالب 3 راد لكل ثانية، إذن هي شو؟ سالب، يعني إيش؟ مع عقارب الساعة، صح؟ كمل. وتسارعه الزاوي، بدل كلمة الزاوية الزاوي، عند اللحظة نفسها 2 راد لكل ثانية، مش هذا موجب؟ نعم، إذن شو بحكي؟ عكس عقارب الساعة، عقارب العناكب، تمام هي موجب. أجيب عما يأتي: لاحظ أنهم اثنين عكس بعض، وإحنا اتفقنا إذا كانوا متماثلين في الإشارة فيتسارع الجسم، إذا كانوا غير متماثلين شو بيصير بالجسم؟ بيكون سليم بعدين بتباطأ، إذا كانت واحدة موجبة واحدة سالب عكس بعض. بيقول لك هل يدور الجسم باتجاه حركة عقارب الساعة؟ هسا اتجاه اللي بيحدد اتجاه دوران الجسم الأوميجا، ما دخل التسارع اللي هي ألفا، ما لهاش دخل. هو باتجاه حركة عقارب الساعة أم بعكسها؟ هي إذا هي سالب إذا أكيد 100% باتجاه حركة عقارب الساعة، يعني بتحكي له يدور باتجاه حركة عقارب الساعة، يعطيك العافية كثر الله خيرك. هل يتزايد مقدار سرعته الزاوية أم يتناقص؟ الأصل إذا أم يبقى ثابت؟ بتقول شوف، إذا كانت السرعة الزاوية عكس إشارة التسارع إذن هو يتباطأ،
يعني هون شو بدك تحكي له؟ يتناقص. ليش؟ لانه التسارع عكس عقارب الساعه والاوميجا مع عقارب الساعه، اذا راح يتباطا راح تتناقص سرعته. شوف هذا السؤال، ترى هذا نفس اللي موجود هون، هيو تعال شوفوا هون. يدور اطار دراجه بسرعه زاويه ثابته، يعني الاوميجا هاي ثابته حول محور ثابت، كيف يتغير مقدار السرعه الزاويه لاجزاء الاطار بالانتقال من داخله الى حافته الخارجيه؟ يعني اعتبر هذا الاطار زي هيك وقاعد بدور حول محور ثابت هون موجود، اعتبر يعني اجزاء الاطار من الداخل للخارج كلها تتحرك بنفس السرعه الزاويه، كلها تدور بنفس السرعه الزاويه نفس الاوميجا، اذا هي لا تتغير، تمام؟ لانها بقول لك مش لا تتغير، لانها خلاص تتحرك بنفس السرعه الزاويه، جميعها تتحرك بنفس السرعه الزاويه، وهي اللي اتفقنا عليها وين؟ بهذا المكان بهذا الفرع، ترى نفس الفكره. الان نشوف السؤال، على ما يعتمد عزم القصور الدوراني؟ اذا انت حطيت للقانون حكيت لانه ام ار تربيع ويعتمد على ام ار تربيع، فبحكي لك شغله غلط. القصور الذاتي الذي يعتمد على ام بالاصل على الكتله هذا دوراني. الدوراني يعتمد على شغلتين، الاولى توزيع الكتله حول محور الدوران، مش اتفقنا عليها؟ قلنا لما الكتله تكون قريبه من محور الدوران معناته شو بكون؟ بيكون قصور الذاتي الدوراني اقل، عزم القصور الذاتي لما تكون بعيد عن محور الدوران بتكون اكبر. والشيء الثاني بتعتمد عليه شو هو؟ موقع محور الدوران، زي ما حكينا عن الرد اذا كان على الطرف او بالنص. يا عيني عليكم. بس نشوف السؤال اللي بعديه، سؤال رقم 6. مثقب كهربائي زي دريل يدور جزءه الدوار من السكون، من السكون شكرا لك، يعني هي اوميجا انيشال، بتسارع زاوي ثابت، يعني هون الفا شو هي؟ ثابت. ويصبح مقدار سرعته الزاويه 2.6 ضرب 10 اس 3 راد لكل ثانيه. بقول له شكرا، هي اوميجا فاينل. طيب من الاخر شو بده عبلاطه؟ بقول لك طلع بعد 4 ثواني، يعني هي دلتا تي، معطيك اوميجا انيشال اوميجا فاينل وهي دلتا تي، مدلعك الزلمه. احسب مقدار تسارع الزاويه للجزء الدوار من المثقب او من الدريل، يعني طالبك التسارع بس، يعطيك العافية، طالبك مقدار التسارع. طب هو هسه ليش ما طلبني؟ قال لي ليش ما حكى لي احسب التسارع؟ بتعرف ليش؟ ما حكى لك احسب التسارع لانه اصلا مش محدد لك وين اتجاه السرعة الزاوية، هو معطيك مقدار السرعة الزاوية ما حدد لك وين، يعني ممكن يكون مقدارها 2.6 ضرب 10 اس 3 عكس عقارب الساعة، ممكن يكون مع عقارب الساعة. هسه على الفكرة كون السرعة زادت فأنا بعرف 100% انه الالفا والاوميجا لهم نفس الاشاره، يعني هم في نفس اذا الاوميجا مع عقارب الساعه اكيد الالفا كمان مع عقارب الساعه، لانه طلع السرعه شو صارت؟ زادت. هاي الفكره. ففعليا كونه ما حكى لك، اذا قال لك مثلا سرعته الزاويه عكس عقارب الساعه مقدارها كذا، خلص بقول له يعطيك العافيه، اكيد التسارع خوى عنه عكس عقارب الساعه 100%. هاي بس كونه ما حدد لك، خلص راح يطلبك مقدار، يعني طلع لي مقدار رقم بديش وين اتجاه دورانه. بقول لك تسارع الزاوية كونه ثابت، يعني المتوسط نفس مين؟ اللحظي اللي هو اوميجا فاينل ناقص انيشيال عدلتا تي. سريعا الفاينل 2.6 ضرب 10 اس 3، يعني زي كانك انت بتحكي 2.6 ضرب 10 اس 3. طيب كبر مره زغر مره، صارت 26 ضرب 10 اس 2، 26 ضرب 10 اس 2 زي كانك بتحكي 2600 على قديش؟ على 4. طبعا هون ناقص اوميجا فاينل 2600، انيشيال 0، 2600 ناقص 0 على 4 خلص شيل الزيرو، 2600 ناقص 0 عباره عن 2600. بتقدر تحلها انك تروح تحكي تقسيم 2 2، تقسيم 2 فيها يا استاذ معاد 1300 على 2، يلا كمان مره 500 و500 1000، طب 700 و700 1400، لا بديش اياها 700 700 600 و600 1200، يعني بتطلع تقريبا 650 قديش؟ راد لكل ثانية تربيع 600 و600 1250 و50 هي 1300. بس هذا السؤال اللي عمل بلبلة تفسيره نوعا ما، فخلينا نفهم الفكرة. الآن بدي اياكم تميزوا بين فكرة المحور الهندسي ومحور الدوران أو المحور العمودي عن مركز الكتلة. شو يعني؟ اعتبر جبت لك اسطوانة زي هذا الشكل، شايف كيف؟ واعتبر جبت لك اياها بهذا الشكل، تمام؟ الآن المحور الهندسي هو ينصف الشكل زي كأنه بيقسمه نصين، بيجي بمر من قاعدة لقاعدة هيك، ترى كيف؟ هذا محور هندسي. هون نفس الشيء، وين المحور الهندسي؟ هيو
دون دون. طب لو كان عندك يا استاذي يا استاذ معاد كهذا الشكل، طب يعني المحور الهندسي بنصفه يعطيك العافية، ممكن نصفه هيك ممكن نصفه هيك عادي. الفكرة بدي اوصل لك اياها من الاخر، تعال هذا هو المحور الهندسي. ممتاز. هسا احنا حددنا المحور الهندسي، بيسألك سؤال ايهما اسهل، انك تدور قلم، افترض القلم هي اسطوانه زي القلم صح، مش القلم هي زي الاسطوانه الجاي، طيب تدور قلم حول محور عمودي على عليه مر بمركز كتلته، ام تدوره حول محور هندسي؟ هسا هي محور هندسي هون، هي محور هندسي هون، سواء كان افقي او عمودي. بدي احدد هسا وين المحور العمودي اللي مر بمركز كتلته، مركز كتلته هي صح، ومركز كتلته هون هي بالنص. طب المحور العمودي بده يجي عمود على مركز كتلته، وهون نفس الشيء عمود على مركز كتلته. فبدي احكي يا استاذي هي المحور العمودي هون وهي الاخضر اللي هي الهندسي، انو اسهل؟ انا اعطيتك حالتين بقدر اشتغل حاله واحده، احكي لك يعطيك العافيه مسح لي هاي، انو اسهل تدوره حول هاي ولا يا استاذي حول المحور هذا؟ انو اسهل هذا ولا هذا؟ شوف شو يعني انو اسهل، يعني انو القصور الدوراني له اقل يعني اسهل تدويره. بقول يا استاذي شوف، اذا دورته حول المحور العمودي اللي على مركز كتلته، توزيع الكتله على الطرف اليمين على اليسار، بدنا نشوف هسه اذا دورته حول محور الهندسي، المحور الهندسي راح يكون القصور له شو ماله اقل. طب ليش اقل؟ لانه يا استاذ الكتله متوزعه عنده اكثر، وبالتالي القصور الدوراني اقل. اذا يا استاذ الاي للمحور الهندسي هنا شو مالها؟ اصغر من القصور الدوراني للعمودي، هذا المحور العمودي اللي هو بالاحمر. طب ليش؟ انا اقول لكم ليش، تعالوا معي بدي اشطب هاي، تعال نرسم الرسمه هون مرتين عشان ما تتخربطوا. بدي احكي استاذي هاي الاسطوانه تمام، قلت لك بدي ادورها حول المحور المار بالمنتصف هون هيو، هاي اول حاله. ثاني حاله بدي اجيب لك نفس الاسطوانه ولا فرقت شيء، هاي الاسطوانه وحكيت لك يا معلم لا بدي ادورها من محورها الهندسي هذا هيو. في هذول الحالتين انو دورانها بيكون اسهل، يعني انو قصور الدوران اقل اصغر، اكيد هاي لانه توزيع الكتله اكثر عن محور الدوران، فالقصور الدوراني اصغر بالتالي تدويرها اسهل. هون اوكي في توزيع كتله لكن هو ابعد من هاي صح، قصور الدوراني هون اكبر، عرفت شو الفكره؟ بس ممكن اتحرك، ممكن اقول لك محور دوران عمودي مش على مركز كتلته، عمودي على طرفه هيك، بصير كمان اكبر واكبر القصور الدوراني، فهمت شو الفكره؟ بس كيف ممكن الوزاره تتحرك عليك؟ ممكن تجيب لك زي هيك، تجيب لك هاي القلم وتجيب لك كمان نفس القلم. اقول لك شغله، خلينا نشتغل على نفس الشيء، تعال على قلم واحد، تعال هي قلم واحد هيو، هاي القلم بتقول لك انه اسهل تدوره من محور الهندسي تمام هي واحد، ولا من عمودي خط عمودي او محور عمودي يمر من مركز كتلته، ولا من خط عمودي يمر من طرفه؟ اكيد راح تحكي لي هي ثلاثه وهي اثنين، اكيد راح تحكي لي اقل قصور راح يكون اصغر قصور وين؟ عند محور الهندسي، لانه توزيع الكتله اقرب ما يكون فيكون اصغر قصور، يعني بنقدر نحكي هون الاي للواحد اصغر شيء. طيب مين اكبر قصور هون عنا؟ يلا يا حلوين مين اكبر قصور؟ راح تقول لي هسه بالنص توزيع الكتله على اليمين وعلى اليسار، اوكي هو راح يكون المركز الثاني، المركز الثالث هذا راح يكون اكبر قصور دوراني لانه الكتله ابعد ما يكون عنده، مش زي المركز مش زي الخط العمود الثاني. المحور الثالث راح يكون له اكبر قصور دوراني، اكبر من اثنين تمام، واصغر شيء فيهم مين هو؟ واحد. اصغر شيء فيهم مين؟ واحد، لانه واحد المحور الهندسي توزيع الكتله عنده كثير جاي عند المحور بالضبط على محور الدوران، هي المحور الهندسي توزيع الكتله عنده جاي اكبر ما يكون، فقصور الدوران له اصغر ما يكون. شوف المحور اللي بالنص في كتله على اليمين في كتله على اليسار، اوكي هي اكبر من تبعه المحور الهندسي، لكن هي شو راح تكون؟ اصغر لما يكون المحور على الطرف. هسه فكره على الطرف وبالنص هي حكينا عنها متى؟ الحصه الماضيه، وفسرناها تفسير بالتفصيل الممل، مش حصة الماضي لا، قبل حل الأسئلة لما حكينا عن الجدول. بس هاي فكرة سؤال وزاري ممكن تيجي، هذا السؤال اللي قد يعني أطول من يوم الجمعة حرفيا. قضيب فلزي هيو رد، شايفينه خفيف ورفيع طوله ال، هيو طوله من هون لهون قديش؟ من هون لهون ال، طبعا ما فرقت صارت هون أو هون، يعني طلع كانت هون أو هون لأني أنا مهمل الكتلة هاي، مش مهمل قصدي مهمل ابعادها، بتعامل معها كجسيم نقطي مثبت في طرفي كرتين متماثلتين مهملتي الابعاد، يعني جسيم نقطي كتله كل منهما ام ام، شكرا اميتهم الثنتين كما هو موضح في الشكل. في الحاله الاولى
دور النظام المكون من قضيب الفلز والكرتين حول محور ثابت عمودي على مستوى الصفحة يمر بمنتصف القضيب الفلزي. يعني جاب لك محور بيمر هيك، ترى كيف المحور جاي هيك. اسمع عشان تتخيل الفكرة، بدي ارسم المحور هيك تمام عشان تتخيل الفكرة. هذا مش جاي محور الواي، لا هو جاي زي كيف عمودي متوجه إليك. يعني تجيب عصا قشاطة خليها تخزق الشاشة وتطلع من الطرف الثاني، هيك تساوي الفكرة. الآن هاي الحالة الأولى. الحالة الأولى وين حط محور الدوران؟ حط محور الدوران بالمنتصف. يعني أنا وياكم عارفين إنه من هون لهون إلها اثنين، صح؟ ومن هون لهون إلها اثنين. طيب الحالة الثانية شو سوى الحالة الثانية؟ الحالة الثانية غير الموضوع، قالك وفي الحالة الثانية دور النظام حول محور ثابت عمود على مستوى الصفحة يمر بمركز إحدى الكرتين عند إحدى طرفي القضيب، كونه من نفس الكتلة. ترى حلينا السؤال الماضي، السؤال قبل هيك حلينا نفس الفكرة، هيو تذكركم فيها حلوين. نرجع 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 أسئلة تدرب نفسك، هاي إن شاء الله إلها حصص بعدين، هاي أذكركم فيها، ذاكرينها. هيها وينها؟ عند طرفيها، نعم عند أحد أطرافها، لما حكينا في هون كتلة وهون كتلة وهون قضيب فلزي، هي ام وهي ام 5 5 كيلوغرام. هسه الفرقت بسؤال كتاب انه مش معطيك ارقام، معطيك اياها شكل حروف من الاخر. الان نكمل الحاله الثانيه. يعني هي بتضحك ان الحاله الثانيه هي الكتله ام، هاي لهون هي الكتله كمان ام، ورايح طفت من وين المحور؟ من احد الطرفين، ما فرقت منهم نفس الكتله، اعتبر من الطرفات. طب هسا انت عارف المسافة من هون لهون قديش؟ ال، يا عين عليكم. الان يلا شو بيسألك سؤال بعد ما حكى لك الحالة الثانية؟ بيقول لك مقارنة بكتلتي الكرتين عادي بإهمال كتلة القضيب. شكرا لك، يعني هو اهمل الاي ايش؟ للرد. في اي الحالتين يلزمني، يعني انا بحتاج عزم محصل اكبر لبدأ تدوير النظام. هسا شوف، كل ما كان القصور اكبر كنت بحتاج سيجما تاو اكبر عشان اكسر هذا الحاجز ادور النظام. فلذلك الحاله اللي فيها الاي او قصور دوراني الها اكبر هي التي تحتاج عزم قصور دوراني، هي التي تحتاج عزم محصل اكبر. بنشوف قديش هذا النظام، شو الاي له. بتحكي لي الاي للسيستم هذا بالحاله الاولى، هي الحاله الاولى عباره عن الرد مهمله صفر، لانه قال لك مهمل، قال لك بالسؤال شو؟ بإهمال كتلة القضيب الفلزي. الآن الجسيم الأول، افترض هذا الأول وافترض هذا الثاني، هاي الأول تمام؟ زائد الجسيم الثاني، جسيم نقطي. هسا هذا صفر، باي باي. بدنا نجي نحكي يا معلم، الأول كتلته ضرب بعد المحور الدوران، كتلته ام. طيب بعد المحور الدوران هي الـ 2، زائد الثاني نفس الشيء، كتلته ام ضرب بعد المحور الدوران الـ 2. طب شو صفي معلم؟ ام على ال زائد ام على ال، طلع ام ال على 2 زائد ام ال على 2. المقامات موحده، خذ مقام واحد، ام ال زائد ام ال 2 ام ال. شايف كيف؟ يا عين عليكم، شفتوا كيف صارت؟ نعم يا استاذي، في مشكله؟ لا والله 100% يا استاذ معاذ. 2 على 2 صف القصور الدوراني ام ال. خلصنا الحاله الاولى صح؟ طيب تعالوا نحكي عن الحاله الثانيه. هاي الحاله الثانيه، القصور الدوراني للحالة الثانية. النظام عبارة عن نفس المبدأ، آي للرد زائد آي للكرة الأولى زائد آي للكرة الثانية اللي هي الجسيم النقطي. نفترض زي ما افترضنا فوق، الأولى هي على اليمين والثانية اليسار، إذن هي الثانية هي الأولى، كونهم نفس الكتلة. حبيت تحط محور الدوران هون تشتغل هون عادي جدا، راح يطلع نفس الشيء لأنهم نفس الكتلة. إذا مختلفين لا، لازم حدد لأي طرف، وده قصدي يعني اذا محور دوران مختلفين الكتل هنا لازم احدد لاي طرف فعليا، ما يخيرني اقول له اختار الطرف اللي بدك اياه تدل عليه، بيختلف الموضوع. هاي صفر. الاي للكتله الاولى زي ما انتم شايفين، هاي الاولى عباره عن كتله الاولى قديش؟ ام ضرب كم بعد محور دوران؟ ال كامله، مش نص ال زي قبل شوي، هي ال تربيع. انا عرفت شو ناسي، بقول في عندي خربطه انا مش منتبه عليها، ناسيها، ارجع عدل يا كبير. بحكي والله العظيم في خربطة أنا مش منتبه عليها لأني ما اقتنعتش بالموضوع. القانون كان عبارة عن ام ار تربيع، القانون شو كان؟ ام ار تربيع تمام؟ فبنرجع نعيدها. هون ام ار تربيع، مش ار طلعت الى 2 صح؟ تربيع، هون نفس الشيء تربيع، فصفت كالآتي، صفت ام ال تربيع على 4، هي ام ال تربيع والاثنين تربيع 4 صح؟ زائد ام
ال تربيع على 4. فشو صفت يا حلوين؟ ام ال تربيع زائد ام ال تربيع 2 ام ال تربيع وخذ مقام واحد. طيب على 2 1 على 2 2 فصفت ام ال تربيع على 2. يعني زي كانك بتحكي نص ام ال تربيع. دون عرفت شو الغلطه اللي غلطتها هون؟ نسيت التربيع. يلا الان الاولى نرجع للحاله الثانيه. الاولى كانت عباره عن كتلتها ضرب ار تربيع بعدها ال ال تربيع خلص هيها زائد كاني هون اجت الدنيا. نعم هيك. الثانية أستاذي كتلتها M ضرب بعدها المحور الدوران زيرو، مش بعد المحور الدوران منطبق عليها، فصف هون القصور الدوراني في الحالة الثانية عبارة عن M التربيع. الآن هاي للحالة مين؟ الثانية. الآن وين القصور الدوراني أكبر؟ في الحالة الأولى اللي هي طلعت نص M التربيع، ولا الحالة الثانية M التربيع؟ راح تحكي الحالة الثانية طلعت أكبر. يا عين عليكم. إذن الحالة الثانية هي التي أحتاج عزم محصل أكبر لبدء تدوير نظامها، وصلت؟ بس التي لها أكبر قصور دوراني هي تحتاج عزم محصل أكبر لبدأ تدوير النظام بس. الله يعطيكم العافية. إذن هيك أمورنا فلة شمعة منورة. خلصنا فكرة يا أستاذي. السؤال الأخير من مراجعة الدرس. الله يسر أمركم يا رب، يكتب لكم الخير وتسنونا في الحصص القادمة. ولا تنسوا الأوراق العمل، الامتحانات، الحصص كلها بتنزل على مدرسة الفيزياء. أوراق العمل والامتحانات والتلخيص والدوسيات وكل إشي بخص المادة موجود على قناتي على التليجرام وعلى مجموعة مدرسة الفيزياء على الفيسبوك وعلى حقيبة الطالب لجيل 2005. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.